عليكم. انا كتلميذه سنه اولى بكالوريا متبوعه في الاخر العام بجهاوي. حنا كتلاميذ كنطالبوا بحقنا في التعليم، كاد المعلم ان يكون رسولا. الوالدين ديالنا ما عندهمش الامكانيه باش يقاريونا في الخصوصي، واش اللي عنده اربعه العيال عاقرين في الخصوصي؟ هذا الوقت هذا واحد وكيتقاتلوا معاه جوج، كيفاش والدينا غيقاريونا في الخصوصي وعاديك القطاع الثانوي مكلف؟ حنا والدينا ما قادرينش باش يزيدوا لنا عاد السوايع. ما عسى الشرطي اللي كيمد يده على الاستاذ وكيضربوا، هذاك الشرطي قبل ما تمكن ديك المنصب شكون قراه؟ خرج على يد اساتذه. حنا قراونا اساتذه ونعم الاساتذه، لا بطريقه الشرح لا انا قريت في قضيه عياد العام في هذا الجد. الاساتذه اللي قراوني كاملين الله يعمرها دار، وهذا العام هذا تبدلوا لي الاساتذه وباقي ما قرينا معاهم والو. اش غنقراو؟ يعطيو الاساتذه الحقوق ديالهم، غياخذوا التلاميذ الحقوق ديالهم وغادي نرجع المياه المجاريه ونتموا كلشي بنجاح وندوزوا امتحانات ديالنا ويصحوا لنا. حنا كتلاميذ كنطالبوا بحلول جذريه، لا للحلول الترقيعيه. عينا ماشيين بالحلول الترقيعيه، تلاميذ عام بقاو ماشيين بحلول ترقيعيه. واش هذه هي اربعة سيمانات والدوله باقا ما جبرت الحل؟ اللهم هذا منكر. اربعة سيمانات ملي كنجيو للنيابه كيقول لك الموضوع ماشي ساعة، هذا ماشي ساعة. احنا عينا صابرين، عينا صابرين، عينا صابرين، عينا حتى لين عام بقاو صابرين. واش غيمشي هاد العيال غيمشيو في الخاوي؟ كون بعد علمونا غير قبل. هما لا حتى ربحوا المكاتب ودخلوا الفلوس في جيبهم وشرينا الدفاتر وشرينا الكتوبة، واللي باع انا كدورها في المرا باعت التلفازة والتكشيطة باش شرات ولاد الكتوبة بلا ما بقاو نفقوا بعطيتنا. كاين البنادم ما عندوش الإمكانية، حتى حنايا شرينا داكشي. أنا شنو من فائدة عشري الدفتر غيبقى لي خاوي؟ شنو من فائدة؟ أنا ديك الدفتر خصني نعمرو باش نعمر راسي، باش نوعى، باش نكون غدا في المستقبل مواطنة صالحة. السلام عليكم. أنا كأم بحالي بحال جميع الأمهات اليوم في هذه الوقفة قدام النيابة بمدينة تطوان، جينا باش نعرفوا ونشوفوا شنو هو الحل مع وليداتنا. كنفيقوا نمشيو للمدارس كنلقاو الاساتذه ماشي كاينين، ماشي حاضرين، عاملين الاضرابات. علاش خصنا الوزاره السيد شكيب بن موسى وزير التربيه والتعليم خاصو يعمل معاهم الحل باش حنايا يوفروا لينا الظروف الملائمه لوليداتنا. راه استثمارنا هما ديك الوليدات، راه حنايا ما عملنا والو في حياتنا، وليداتنا ما بغيناهمش يكونوا بحالنا. حنايا خريجي المدارس العموميه، كاد المعلم ان يكون رسولا. حنايا الاستاذ كانت عنده واحد الهيبه، كنا كنحترموه وكنقدروه، كان اكثر من الاب ديالنا، والاستاذات ديالنا كانوا اكثر من الامهات ديالنا. راه نصبروا على اي حاجه الا التعليم، راه مقهورين بالكره، مقهورين بالضو، بالماء، بالمعيشه، بغلاء الاسعار. نصبروا على كل شيء يفوت الا التعليم، كل شيء هون الا التعليم. ابسط حق من حقوقنا اللي مخولها لنا الدستور وصدقنا عليه وبغيناه هو التعليم. الله يجازيكم بخير، لقاو معنا الحال. راه هيدا غنبقاو، هيدا غنبقاو بالاحتجاجات حتى تجبروا معنا الحال. حنايا وليداتنا، وليداتنا ضايعين. المدارس كتقولوا عليهم ما كيقريوش مزيان، بالعكس اساتذه الله يعمرها السلعه. الاطر كاملين اللي في المدرسه بالمديرات السيده زينب، مدرسه السيده زينب رجعت من المدارس الرائده. وليداتنا كانوا غير في الدعم، باقي ما بداوش حتى المواد الاساسيه. الله يجازيكم بخير، وقفوا مع وليداتنا، راهما وليداتكم. حنايا كنولدوا وانتم ربيو، راه التربيه سبق التعليم. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. انا كاب ديال الاولاد ديالي كان وجهت رساله للوزاره بان هذا العام هذا ما كاين ما قراو فيه حتى شي حاجه، دابو ساعه الاضرابات. اللي كنبغيو زعما نوصلوا الرساله للوزاره بان تشوف مع الاساتذ، راه الاستاذ اذا عطيته حقه راه يدخل القسم ويعطي لوليداتنا، وليداتنا راه يكونوا واحد مستقبل ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه كنطلب الوزاره في اقرب وقت يعني ان شاء الله يكون هذا التفاته لهاد الاساتذه، راه هما الاساتذه هما بين يد الدوله ود المدينه. وبالنسبه لنا حنا كمواطنين واولياء امور ديال التلاميذ، فاغلبيه الامهات كيسمحوا في الاشغال ديالهم في المنزل في الدار وكيخرجوا المظاهره ولا كيمشيو للمدرسه، كيقول لك القرايه ما كايناش، رجع العيال ماشي مجيل. حتى النفسيه الاولاد ديالنا حتى هي كتحطم. حنا ما نقراوش اليوم لا غدا ما قاريين شي، اليوم ما قاريين شي، غدا ما قاريين شي، حتى هما تطبعوا على هاد واحد النهار قاريين وسيمانه ما قاريين شي، ثلاث ايام اربع ايام ما قاريين شي. وهادشي كنقولوا على الله وعسى يعملوا واحد التفاته لهاد التلاميذ الله يرضى عليهم وصافي. باختصار سيدي الوزير، انا بغيت نكون طبيب وما بغيناش
يقريونا الطلبه، بغينا استاذ حيت هو فهم المستوى ديالنا، هو اللي يفهم المستوى ديالنا ويفهم كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تلميذة بسمة الحاضي مدرسة الفراهيدي الثانية أولى إعدادي. كنطالبوا بالحقوق ديالنا، راه بغينا نقراو، عطيو الحقنا الأستاذ باش يرجع يقرينا، راه بزاف، راه الأمهات ما صابريش وعيينا ما نشرو في التفاصيل وبزاف، عطيو الحقنا الأستاذ، راه باش خرجتو نتوما بسبب هاد الأساسي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، عطونا الحقوق، راه الأمهات والآباء عياو ما يقطعوا من الكرش ديالهم ماشي يعطينا، إذا كان هاد الشرطي كما قالت الزميلة كيضرب الأستاذ هذاك ماشي شرطي، هذاك ماشي بربي. عطيونا الحق ديالنا، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، حنا ما كنهرسوا، ما كنخرجوا نضربوا، كنخرجوا باش نطلبوا الحق ديالنا، الله يرحم الوالدين، راه حنا عيينا من هذا الصبر، وبزاف، عطيونا الحق ديالنا، راه حنا خصنا نقراو. أولا بغينا نوصلوا واحد الرسالة كأمهات للسي الوزير، يشوف من حال هاد الوليدات وهاد التلاميذ اللي ضايعين، وليداتنا ما كيقراوش، بغينا حل جذري ماشي حلول ترقيعية، بغينا وليداتنا يلتحقوا بالمدارس ديالهم، ما بغيناش جيل مكلخ، ما بغيناش جيل عقيم، ما بغيناش جيل منهار، بغينا جيل عطاء، جيل مستقبلا يقدر يسير المستقبل ديالو بكل أريحية. واحد الملاحظة بالنسبة لي هو أن السيدة الوزير ما باغيش يعمل معنا شي حل اللي يكون مناسب للأطر التعليمية ولا لنا حنايا. بغينا نشوف في المواطن الدرويش، المواطن الضعيف، بغينا نشوف في حال هاد الوليدات. تصور ما بقات عندنا لا تعليم ولا تربية، دابا حنا وليداتنا كنديوهم للمدرسة كنرجعوهم في يدنا، فما الكبارين الا الكبارين كينفلتوا، الكبارين كيخرجوا ما كتعرفهمش فين مشاو، الكبارين الدري كيمشي كيتشمكر ويتعلم بزاف ديال الحوايج خايبين. البنات نتوما عارفين واش حنا بغينا نصلحوا التعليم ونصلحوا هذا الجيل هذا اللي طالع باش يعطينا واحد الجيل كيعطي يعني واحد الجيل اللي يقدر يزيد بالمستقبل ديال هاد البلاد، ولا بغينا الجيل اللي غيرجعوا بينا للوراء؟ التعليم هو اساس المجتمع، الى نهار التعليم نهار كل شيء. حنا حطمنا الاستاذ، حطمنا التلميذ، شنو باقي لنا باش غنزيدوا حنا المستقبل؟ باش غادي نتقدموا؟ فقدنا السيطره على اولادنا، فقدنا السيطره على 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 الوضع ديال اولادنا، لانهم ولاو نعاس وقرايه والو وضايع. السلام عليكم، اسمي ايه، انا كتلميذه في المستوى السادس ابتدائي، كنطالب بالحقوق ديالي كما كيطلبوا اساتذه بالحقوق ديالهم، وكنتمنى يتحل هذا المشكل في اقرب وقت، حنا بغينا نقراو. السلام عليكم، انا كأم كنمثل الامهات، كنطالب زعما كيقولوا كيحاربوا حنا هذا الهدر المدرسي في المغرب. انا كأم كنشوف انهم كيزيدوا على الهدر المدرسي في المغرب، كيزيدوا الهدر المدرسي في المغرب والاميه في المغرب، اللي كيقولوا كيحاربوها على الهضره ديالهم هما، كيقولوا كيحاربوا الهدر المدرسي والاميه في المغرب. انا كنشوف والامهات معايا كنشوفوا انهم حنايا اصلا كيردونا اللور، كيردونا اميين كاملين بولادنا بحنايا. ما عرفتش علاش هما ولادهم كيقراو حنا ولادنا لا، علاش هما ولادهم كيقراو حنا لا؟ بغيتهم يجاوبوني هذا السؤال، علاش زعما هما زعما حنا ماشي من الشعب، ماشي مغاربه، حنا بغينا حقنا، ولادنا بغينا لهم حقهم، بغينا نقراو، بغينا ولادنا يقراو، بغينا يشوفوا لنا شي حل، يشوفوا شي حل ويقريونا ولادنا، ما بقاوش شي هيدايا. السلام عليكم، انا كتلميذه في المستوى السادس، انا طالبه الموحد، كنطالب بحقي وحق الاساتذه، انا ما خصنيش نقرا، خصني نعطي حقوق الاساتذه لانهم كيجاهدوا معنا، وشكرا. السلام عليكم، خير الكلام ما قل ودو، حنا بغينا وليداتنا يقراو. هاد الشيء اللي عاملينها الحكومه راه زيرو، وليداتهم قراوهم وحنا وليداتنا هما كيضيعوا. شرينا كتوبه، شري هادي، حنا بغيناهم يعطيو المطالب المعلمين باش حنا يقراونا وليداتنا. هاد الشيء اللي كاين، حنا ما بغينا لا مشاكل، لا حنا كنخرجنا نطلبوا الحق ديالنا،
حنا خرجنا نطالبوا بالحق ديالنا لان وليداتنا كيضيعوا. حنا بغينا خرجنا دابا مخليين الشغل ديالنا مخليين المسائل ديالنا باش وليداتنا ما يضيعوش لان وليداتنا كيضيعوا. راه مشى الدوره تقريبا الدوره الاولى كامله مشات والعيال باقي والو، خصوصا اللي عندهم الباك، خصوصا اللي عندهم السانكيام راه كيضيعوا. وشكرا.